أنا مش بشوف يا حبيبتي، أنا بسمع كويس. صوت الكر بتاع الفلوس ده جميل. كله ثابت. هو في إيه؟ ده صوت مسلح يا هاني، ومش عاوز أستخدم أساليب قذرة. حاضر. هو الكارد اتسرق؟ والبيت اتحجز عليك. يعني ايه حجز على بيتي؟ مشكلة ان الناس اللي حطيت معاهم الفلوس طلعوا حرامية، واللي اتاخد بالقوة لازم يرجع بالقوة. والنبي لا تتحجز. انا ممكن اجيب شوية عيال عدالة. قتل ماشي، سرقة ماشي، اغتصاب يا ريت. من الاخر عصابة مية مية. احنا العصابة. هتقدري تجري وتتحركي براحتك بدون مساعدة اي حد خالص. هما كتير. بفكر اطلع رخصة سواقة. بعملها كده. يمكن اجمد من كده. اجمني جامد وكده. مش محتاج اثبت لك كده. كاريزما صيف وشتا. ماليش شبي كده كده. اللابتوب اللي عليه QR code ده we cannot hack it عشان it's not connected to the internet. طلع البنت دي. ليه؟ عميلة في الكيو ار كود. انا مبهورة بك اقسم بالله. ابوك كان له حكمة خالدة، خير وسيلة للدفاع الهجوم. ابوها كان حسن شحاتة. انا ماليش في الحرام. كل واحد هياخد 2-3 مليون جنيه. انا بحب الحرام. ايه اللي دخل حضرتك هنا؟ يا مش دي غرفة الفر؟ احلى دش خدته في حياتي. انا مستغرب دخلت هنا ازاي مع اننا لسه رشين. انا عظيمه هانم عواد، اتجوزك انت يا حرامي، وانت كمان بقيت رئيسه عصابه وسرقتي قلبي. لو سمحت هاتيه. حاضر خد.